عنده صحيح الفرصة لأنه بيلعب على ملعبه في القاهرة، بيلعب بين جمهوره 75-80 ألف. الطقس جميل جميل، مفيش أكتر من كده، آخر حلاوة في القاهرة النهاردة بالليل، وطقس بديع، وهتبتدي المباراة بعد ثواني. مجدي على ميهوب، عكسية مدحت رمضان، تطلع الكرة اوت، تروح للوينج الشمال، عكسية طويلة 13 ومحمود صالح بيشوط في الجول، شوطة جامدة انما في الايدين شوبير، ماشي محمود صالح، ماشي محمود صالح، وحمود زرعوف، وحمود يشوط في الجول، وحمود يشوط في الجول، وشوط في الجول، شوطة جامدة، يا 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 عيني، الله اكبر الله اكبر. الهدف الاول للنادي الاهلي احرزه محمود صالح، الاهلي واحد اسك لا شيء في مباراة الاعادة او العودة في بطولة كأس اندية افريقيا لدور الثمانية. ابو راضي بيشوط في الجول، يمسكها كوفي، حشيش ابو راضي، ابو راضي، ابو راضي، المشي تمام، تحركات اللعيبه من الاهلي تحركات حلوه قوي، وشوط حلوه جامده، يا 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 خبر، ايه ده ايه ده، هضلك معلش معلش، ملعوبه حلو، 10-4، اوف سايد، الرايه مرفوعه من قبل، كوره مطروح للعيب اللي لعبها، حكم الدولي الاثيوبي بان اللعبه دي قاصد يعور قاصد يأذي، فجريته زي ما حضرتك شفت معايا، رابع جول، شوطه من بعيده بس، لو من قريبه عن كده كمان 7-8 خطوات كان بقى في كلام ثالث. لنمره 9 للخطيب، اوفسايد، انما على طول رافع الرايه اللاين مان، انما ما خدش باله تسفاي، محمود صالح، ابو مصطفى عبده، ترقيصه حلوه يا مصطفى، يا عيني يا ولد يا لعيب، وماشي مصطفى ولعب الكره اوفر حلوه، وعلى طول بدماغه، يا ده كريم ناصف، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا عيني، اخر حلاوه اخر حلاوة. الهدف الثاني للنادي الاهلي احرزه زكريا ناصف في الدقيقة 42 من الشوط الاول. هيبتدي الحكم بداية الشوط الثاني، وهنقول الاسامي بسرعة، وصفر فعلا الحكم لبداية الشوط الثاني، حمدي أبو راضي، حمدي أبو راضي، وشوط في الجول، شوطة جامدة، تقدم الجول لخمسة، اللي متقدم وبيشوط بعد عرض الملعب، محمود صالح على طول ينظف المنطقة ويطلع الكورة بره أوت عند مدرجات الدرجة الثالثة. حمدي أبو راضي بيشوط في الجول، نمرة 2، نمرة 4 فوفانا، يطلع زي الأسد شوبير ويخطف الكورة من قدام، وراحت لثلاثة بيلعبها عكسية، مجدي عبد الغني، يقلش مجدي عبد الغني ويخش نمرة 7 يشوط في الجول، تطلع الكورة أوت على طول، مدحت رمضان، أسامة عرابي، أسامة عرابي، أسامة شاشة، أسامة عرابي، وماشي ويلعبها في أرض الملعب للخطيب وبرجله الشمال تطلع في القلب، يا خبر، والله مزيكا يا أولاد. مصطفى عبده بيجري وبيسحب وبعرض الملعب، انا بكتين لقيت كوفي والخطيب، يا سلام تولت منه، وعلى طول لابو راضي، وابو راضي برقص وبعرض الملعب،
يجيها زكريا وزكريا عاوز راس وبعرض الملعب تاني ويطلعها نمرة 11 تطلع كورة كورنر. يا خبر زكريا نصر أسامة عرابي علاء ميهوب الخطيب وبيل بيل التالت شرطة حلوة يا عيني على الحلاوة انهر لعيبة صحيح ان شاء الله المقاولين وان شاء الله الزمالك يكسبوا برضو عشان نروح زيمبابوي واحنا في حالة طيبة علشان نكسب ونروح كاس العالم واخلاص وعلى طول مصطفى عبده وهب بدماغه يا خبر وطويلة لنمرة اتنين لفوفانا ودخلت الكرة جول جول الاول لأسك نتيجة دربكة قدام جول النادي الاهلي وبهذا اصبحت النتيجة 3-1 وصفر الحكم بانتهاء الشوط الثاني والمباراة نتيجة زي ما حضراتكم عارفين 3-1 سيداتي انساتي سادتي الف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لأسك ان احنا بنستمتع بصوت معلقينا الكبار زي كابتن لطيف وكابتن زيور وكابتن مدكور وكابتن حمولي وكابتن عفت والاسماء العظيمه الجميله دي ربنا يرحمهم جميعا اللي انا قلت اسمهم ويدي الصحه للي موجودين. كابتن عبد المنعم كنت بسالك عن دور الوزاره، انا عارف انه قابلته المهندس خالد عبد العزيز اكتر من مره، دور اتحاد الكوره ازاي نقدر ننمي الايرادات لانه كابتن ابو رجيله بيوجع لنا قلبنا الحقيقه انه كله تبرعات وانه مفيش ايرادات منتظمه وانه الاسر مستنيه يعني دورها وايه المطلوب منها فن. شو كابتن احنا رحنا الوزاره كان ليك انت دور كبير قوي في ان احنا قدرنا نعمل ترتيبات معاهم هناك ان شاء الله. والسيد الوزير خالد عبد العزيز ما تاخرش عليه في حاجه صراحه. تمام. الراجل قدم كل الدعم اللي ممكن يعمله. كويس. فقال انتوا عايزين ايه؟ ان احنا عايزين نعمل ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه ان احنا عايزين نعمل اكاديميات رياضيه. فالراجل قال انا ما اديش مانع اديكم المنتديات اللي بتتعمل جديده عندي. من المنتدى ده انا المسؤول عنه وممكن تعملوا فيه اكاديميه تشتغلوا فيه. فسمح لنا بدي. ابتدينا احنا نشكل الاكاديميات وادانا ثلاث منتديات. فين؟ واحد في حلوان. تمام. واحد في امبابه مش شغال فيه واحد في اكتوبر. لسه تمام. اكتوبر ما اتفتحش. بتاع حاجه من دول اتفتحت يا فندم؟ بتاع حلوان اشتغل. اشتغل. و السويس يا كابتن؟ لا السويس لسه لان السويس ما خدناش احنا ما خدناش منتدى. احنا هناخد نادي السويس والمهندس اسماعيل بدره. يعني نادي السويس بعيدا عن الوزاره ده بالاتفاق مع مجلس اداره نادي السويس بقياده المهندس اسماعيل بدر. بالظبط كده. تمام. وده جزء لكن حلوان تبع وزاره الشباب وخدته منتدى او زي ما بنقول مركز شباب هناك في حلوان وبدا فعلا الشغل فيه. خلاص ده شغال. ده مين اللي بيشرف عليه؟ بتاع امبابه. المفروض حلوان بيشرف عليه كابتن ابو رجيل. مين مدربين في الملعب يا كابتن بيبقوا موجودين؟ المسؤول عنه الكابتن محمد السيد هو اللي جاب المدربين اللي من حلوان اللي هي تمام. متفق معاهم ان هم بياخدوا اجر اللي هو المواصلات عشان خاطر. تمام. بس مش جايبه حقها كابتن. مش جايبه حقها. جايب حقها ليه بقى كابتن؟ مش جايبه حقها. ما ده اللي عايزين برضه نقول للسيد المهندس خالد عبد العزيز عليه. اما اول ما كلمنا قال انا هديكوا مساهمه مني في الفلوس. كويس. ده طلع ان اللي احنا بندفعه في المنتدى اكتر لو كنا خدنا يعني احنا لو خدنا من مركز الشباب بيعمل لنا 50-50. تصور هنا بتاخد احنا 40 والمنتدى بياخد 60. بس يعني انا ما كنت حاضر في اجتماع الراجل قال لك خدوا انتوا 60 خدوا انتوا 70 ما عنديش مشكله في ده الحقيقه. ما قدروش يعملوا لنا كده. لو احيانا ما ينفعش. اما جينا نتعامل معاهم ما حدش وصل للسيد الوزير الكلام ده. بيعاملونا كان الشغل عادي خالص. ودي ما فيش ايراد. يبقى ده نشاط اولاني ما عندناش ايراد فيه. ما بيجيبش ايراد خلاص. النشاط الثاني اللي ربنا كرمنا فيه وعملنا بدانا فيه وهي الندوات. المحاضرات. كويس. دي الدورات. الدورات التدريبيه والحمد لله اول دوره اتعملت. وكان حضرتك ليك دور كبير قوي انك كلمت السيد المهندس خالد عبد العزيز وخليته اعتمد الشهادات. ودي شيء بيخلينا نجحنا ان احنا نعمل كل الدورات بتاعتنا تحت رعايته. تمام. وهو عوافق كل المديرين المديريات يعتمدوا هذا الكلام وده شيء كويس قوي. نجحنا في واحده في المقاولين العرب الحمد لله في اعداد مدرب احمال وده شيء جديد. كويس. مدرب الاحمال. مدرب احمال. دوره تدريبيه خاصه بمدربي الأحمال. الاحمال. تمام. مطلوبه في كل عنصر اساسي في الجهاز التدريبي. نعم. الحمد لله عملنا فيها شغل كويس وجه فيها مجموعه كبيره جدا من الناس
وبنشكر مقاولين العرب ان ادتنا الصاله وادتنا الملعب وادتنا كل حاجه موجود عنده. الجزء اللي بنعمله واحد دلوقتي في اسكندريه بالتنسيق مع نقابه المهن الرياضيه وطنطا بقياده الكابتن ايهاب جابر نقيب المهن الرياضيه في اسكندريه، وان شاء الله هتعمل لنا حاجه كويسه جدا فيها بالنسبه لاسكندريه برضو. الاخ العزيز محمد مصلحي بنبارك له برضو ده ادانا دعم في محمد مصلحي ادانا دعم لما كنا رحنا ايام الدوره طب انا هستاذنكم بس اروح بسرعه الفاصل وارجع تاني اكمل هذا الحوار لانه مهم جدا مع الكابتن عبد المنعم الحاج والكابتن محمود ابو ركيل.